بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قمة الكرام، نسأل الله وإياكم حيث نجد وكذا بالدرس السادس عشر مثل جنة المثلث. كتابنا الحين تليق في حلقة الثالثين. تأمل ما يلي وأعطيكم من ذلك أخي أنكم فمنعي دري عليه. هذا الطالب اسمه عمرو. هذا الطالب اسمه عمرو. أين عمرو؟ ضرب عمرو أمرا. عمرو طالب جديد. أرأيت عمرا؟ سأل المدرس عمرا أسئلة كثيرة. ضرب عمرو أمرا. نعم، واجب منزل. هذا كتاب عمرو. لمن هذا القلم؟ ولعمرو. لعنت مع عمرو. عمرو أمر عمرو. عمر أمر أمر. طيب، dari contoh-contoh di sini kita bisa simpulkan bedakan antara Amru dengan Umar. Kalau Amru dia bukan mampu menyetor, tapi kalau Umar mampu menyetor. Umar tidak boleh ditanding, sedangkan Amru ditanding. Amrun, Amran, Amrin. Umar, Umar, Umar. Jadi ketika kasra, Umar. Tidak bisa Umarin, si Umar. Nah, baik, kita lanjut. Iqra ma yali, bacalah. Membawani. خرج من الفصل حمزة وطالب آخر. وطالب آخر. هذا بيتنا ولنا بيت آخر. دخل المكتبة قبل قليل المدير ورجل آخر لا أعرفه. غاب اليوم بشير وطالب آخر. رأيت في المطار مدرسنا ومدرسا آخر. طيب، di sini kalimat آخر. Kita lanjut ke yang B. Yang B. سأحفظ اليوم سورة الرحمن وسورة أخرى أخرى. إني ساعة جميلة وسيشتري لي عمي ساعة أخرى. غابت أمس حفصة وطالبة أخرى. هاتي تفاحة أخرى يا أمي. رأيت في المكتبة ليلى وطالبة أخرى. طيب، di sini kalimat أخرى dan آخر. Ya, kalimat أخرى dan آخر. Kita bisa bedakan kalau akhar untuk muzakkar, kalau ukhra untuk muannas. Artinya dan yang lain. Yang lain. Baik. Langsung ke tamrin. Akmil al-jumlah al-atiyata bi wad'i akhar au ukhra fil faraq. Sama dinas. Baik. Darastu al-lughata al-turkiyah wa lughata ukhra. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. سأل المدرس خالدا وطالبا آخر. خرجت الآن سيارة المدير وسيارة أخرى. سمعت هذا الخبر من إذاعة لندن ومن إذاعة أخرى. اشتريت هذا الكتاب وكتابا آخر. ضرب أولئك الرجال بلالا وطالبا آخر. رأيت خديجة وطالبة أخرى عند المديرة. خرج من المسجد الآن الإمام ورجل آخر. وزلت أختي القميص الأخضر وقميصا آخر. نعم، نقول jadi kalau mudzakkar آخر، kalau مؤنث أخرى. تعمل المثال ثم أكمل الجملة القاسية بوضع ذو أو ذا في الفراغ. عندي دفتر ذو ورق مسطر. هذا مصحف ذو حرف كبير. اشتغلت دفتر ذا ورق مسطر. أريد مصحفا
za harfin kabirin. Kalau dia jadi marfu zu, kalau mansub za. Ya. Baik. Langsung ke tamrinnya. Indi daftaru zu ghilafin jamilin. Uridu daftara za ghilafin akhdar. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan za lihyatin bayda. Ain al-talib al-jadid bil-nazarat al-jamila. Man hadha ar-rajul lish-sha'r at-tawil? Mafhum? Za tanazzul. Akhar kama ukhra. Wasif. Is'al dhaka ar-rajula dha al-qamis al-asfar. Liman dhaka al-baytu lil-nawafid ad-dayqa. Indi mu'jamun dhu suwarin mulawwanatin. اشتريت معجما ذا صور ملونة في قريب في قريتنا مسجد ذو منارة واحدة رأيت مسجدا ذا منارة واحدة. نعم مفهوم إن شاء الله. طيب واصل. تأمل أن أمثل الآتية لما الموصولة. ماذا تأكل يا علي؟ آكل ما تأكل أي شيء الذي تأكل. ماذا تشرب يا أبا بكر؟ أشرب ما تشرب. أفهم ما تقول. سأشتري ما تريد. أكتب ما سمعت اليوم في القتل. نسيت ما قال لي المدرس أمس. قال الله تعالى في سورة الصف لم تقولون ما لا تفعلون. قال تعالى في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقال تعالى في سورة آل عمران سنكتب ما قال. ما di sini artinya الذي artinya yang. Baik. تأمل ما يلي. ما نافيا. ما عندي كتاب. ما في. ما فهمت الدرس. ما أدري. Kalau ما di sini ما استفهامية. ما هذا؟ ما اسمك؟ ماذا تأكل؟ ما الموصولة؟ آكل ما آكل آكل ما تأكل؟ سأشتري ما تريد؟ لما تقول ما لا تفعل؟ dari nomor 13 dan 14 itu bisa disimpulkan ma itu ada macam-macamnya ya. Ada ma nafiah artinya tidak, ada ma istifham artinya apa, ada ma mausulah artinya ya. Nah, ta'amal ma yali. Ma uridu syai'an. ما أكلت شيئا ما رأيت شيئا ما فهمت شيئا ما لدينا أثناء ابتداء نقول القرآن كتاب الله قرأت القرآن أحفظ القرآن ونقول عندي ثلاثة مصاحف وضعت المصاحف على المصحف اقرأ من المصحف أقرأ من المصحف. نعم. طيب تأمل ما يلي. غير هذا الورق مسطر وهذا الورق غير مسطر. هذا الخبر صحيح هذا الخبر غير صحيح. غير أثناء selain atau tidak. غير صحيح tidak benar artinya tidak. Al-kalimat al-jadida mushaf jamaknya mafahif. Mafahif apa arti mafahif? Ya Quran halawa halwa halawa isme sof suku bisa artinya kelas bisa artinya barita kumas kumasun takmisa kain namudat nama hadis artinya misal suratun suaru gambar tayyikun sempit mufattara bergaris toba yazibu tidak hadir akharu mu'anatnya ukhra asmaru mu'anatnya samra amra saya menjamin asya istara yastari membeli. Nah, ini tidak ada yang sama. Baik, diulang sedikit dari yang 13 ini ya sahabat. Ingat, di sini ada macam-macam ma. Ada ma nafia artinya tidak. Jadi ketika dimulakan ma indi berarti tidak. Ketika ma itu adalah ma, ma hada, jadi bukan tidak ini, tapi ma hada apa artinya apa. Jadi ma artinya ada tiga di sini sementara ada ma nafiah, ada ma istifhamiyah dan ada ma mausulah. Kalau ma mausulah artinya ya. Nah, barakallahu fiik. Allah mafur. Kalau ada pertanyaan yang bisa ditanyakan ya atau bisa langsung ke hadis barakallahu fiik kita semua.